وصلك هذا المقطع في يوم الجمعة، اشكر الله، فإنه هدية الله لك. النبي محمد صلى الله عليه وآله جالس مع أصحابه، إجا شخص أعمى قال له يا رسول الله رد لي بصري. قال له اصبر. قال له يا رسول الله أنا ما عندي أحد يعيني. قال له النبي محمد صلى الله عليه وآله هذا إلى أصحاب الحوائج، اللي عنده أمنية، أي أمنية خلي يسوي اللي راح أقوله بهذا اليوم، هو يوم الجمعة. ماذا قال له رسول الله؟ قال له صلي ركعتين واقرأ هذا الدعاء واطلب ما تريد. هذا الأعمى صلى ركعتين، قرأ هذا الدعاء. شنو الدعاء؟ اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك فاقضي لي حاجتي. تقول الرواية بعد ما خلص الأعمى هذا الأعمال ورد إليه بصره. اللهم صل على محمد وآل محمد، ببركة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وببركة هذا العمل رد إليه بصره. فاليوم إذا عندك أمنية شخص معين، إذا عندك أمنية نجاح، إذا عندك أمنية أيا كانت، فطبق ما قاله رسول الله، اللي يرد بصره ما يقضي لك حاجتك، فإن شاء الله حاجتك مقضية بهذا اليوم وهو يوم الجمعة ببركة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله.